طائرة، قطار، سيارة، باص، جربت الجو، البر، باقي البحر. واليوم طلعتي من الجمهورية حبيت أجرب العبارة. أهلا وسهلا بالشباب، عبارة بريليان من عبادان للكويت. لأن عددنا كبير الله يزيد ويبارك، واجهنا صعوبة في الشنط، لكن الموظفين ما قصروا. بعد كل الإجراءات اللازمة دخلنا العبارة بتذاكرنا، ومثل ما كنت متوقع كراسي تشبه الباصات بس بشكل أوسع وأريح، طابقين، غرفة صلاة صغيرة، ودورات مياه يخصصون وقت معين عشان تطلع وتشوف الأجواء والبحر والمناظر اللي تأسر القلب. وجبتهم ممتازة، وياها بيبسي مقاطعة حاليا طبعا، وأدعو لكل المقاطعة. كل اللي أقدر أقول عن العبارة، أوه يا مال، أوه يا مال. سلبياتها كانت تعامل موظفين العبارة نفسهم، أخلاقهم ليكم عليها. ومن وصلنا الكويت مثل الشي، ما في ترتيب ولا تنظيم، وموظفين أتمنى ما يمثلون الكويتيين.